عليكم. حي يلا المتابعين. احد المتابعين اللي هو يوسف دزالنا دعوة حتى نروح ونصور بالمحمية مالته. بما انه انا ما عندي خبرة كلش قوية بتربية العصافير فلازم التقي بمربي واخذ من عنده شوية معلومات. المعلومات والخبرة ما تجي الا عند التجربة. فاحنا لازم نتبادر المعلومات وناخذها من مربين مجربين. ان شاء الله يا اخوان باكر باذن الله راح نروح المحمية يوسف ونصور يمه طيور اللي موجودة عنده بالمحمية وناخذ شوية معلومات وانتم همين تستفادون من خبرته. اكو طير الحج حاطه بعقله يوميا يقول كل ما اتعدى اروح للجامع اسمعه يغرد. فهو قال باكر راح اسير صوب راعية. الحصلته يا ابويا جايبه حجي كلش يحب الطيور المغردة. يومي يقول ابويا جيب لنا كناري جيب لنا كناري ان شاء الله نجيب اخوانه. يعني هو هذا موسمه لازم نجيب حتى نلحق على الموسم. بس تنتظرونا بين ما الحج يجيب الطير ما نروح نصور لكم محمية يوسف. صحكم الله بالخير. عندنا جيراننا عنده حسون موزمبيقي. الحسون الموزمبيقي يختلف عن هذا الحسون يصير اصغر بالحجم. هذا الحكي اللي انت صاير له صاير له تقريبا واحنا نبني بالمحميه. انا اسمع هذا الطير يغرد عنده بس الصوت ماله شلون هاي الطيور اللي موجوده بالغابات شايفينها. المحميه مالتنا عوزها طير مغرد والحساسين لسه ما غردن. الحج اليوم قال هو صديقي راح اروح اجيبه منه. والحجي تو انا قاعد قال تبعني للمحميه فانا هاي تبعتي وياكم جايبه. ها السلام عليكم. السلام. جبته؟ جبته. طلقه لو نخليه بقفص. والله لا احنا ما نريده. ها؟ ما نريده ينسجن. انا بس بدي اشوف ان حجمه لانه خاف يطلع حجمه مو مناسب. قد الفنجس؟ ايه اكبر شويه. اكبر؟ ايه. بالله افتح. اوقف اول مره خلينا نشوف المتابعين. حبايب القلب. هذا الحسون الموزمبيقي. شوفوا. التغريد اللي غرده هذا الطير رهيب وعجيب وصوته العالي. روح تعال بيا بالله خلينا نطلع برا خلي يستقر. الله على الجمال. كانت امنيه بس كوني بيعه. ها يعني اخوان هذا مفول. تعرفون شنو مفول تغريد؟ يعني هسه هاي الحساسين اللي عندنا مستقبليا يغردن. ها شوف الجمال. يقول صور شوف الجمال. هي هاي الحساسيه اللي عندنا اخوان يغردن بس لازم يستقرن بعد بالمحميه. يلا يغرد. الحج يقول اليوم فرق ثالث طير لان الحجي هذا كرسيه هنا وقابلها وقاعد 24 سنه شغل. بسم الله. هذا نفصله لانه هذا مال برا والدنيا نهار هسه. شوف 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 يا عده هيك ابو تلميع يلمع بالاكاسيا. سا يمكن مو اكاسيا حج اسمها يمكن اسمها زامبيا ما ادري هيجي. عاشتي دكو كون جايب هذا مال جام. جزاك الله خير. فنشوفكم الثالث اللي طير هسه عندكم. ذاك واحد اللي هو اول واحد طير الكبير بعد ذنيش الصغار وين ما ادري الثنين. قال الحج طير اي مطير صحيح. هذا واحد شوفوا اللي هو نقلنا ابن الزرازير اللون الزرزوري زين هنا. اها هذا واحد شوفوا. هذا واحد بعد واحد الله يعلم وين بالبيوت او مطير بس ما ينشاف لانه هو صغير حجمه حيل صغير. شوفوا للرقص. شنو النتل؟ شنو النتل الجولدن؟ قد قاعد يرقص يمكن يرد يتزاوجه. شوف بويا شوف. سبحان الله. اليوم زيارة المحمية اخونا يوسف متابعنا وصديقنا. بس شوفوا الجمال. هذا الفاخت المقنع. هاي النشية. وهذا الفحل يتميز ان الفحل يصير عنده طوق اسود. شوفوا. محمية ما شاء الله الله يبارك له بيها ان شاء الله. هم مخلينها يعني يتونسون بيها. شوفوا كبرها. ها علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فلاح السلام عليكم. حياكم الله مية. حيا الله المتابعين. اليوم يوم اخونا ابو مهدي يوسف يكون
عسين محمية والله كبيرة وتستاهل. كبيرة خير من الله. والله تستاهل هاي المحمية بعد طيور والله. يا رايدها وقفة شون؟ هاي هنا الكوكتيلات. وطيور الحب. عزل. مثل ما متفقين قلنا مناقير المعكوفة ما تصير ويا المناقير العدلة. هذا النابليون. بس عدة اثنين فحلة نابليون. شوفوا. جاب هنا افراخ وصبغن طلع نفحل اثنين هذا فحل هنا قسم الغنادير شوفوا ما شاء الله هنا قسم الجاوة هذا الجاوة شوفوا ما شاء الله ما يبين عندكم الاخرات هناك جوا وهنا قسم الحمام خل اسولف لكم شوي على انواع اللي موجوده هذا نراف البصفر وهاي هنا هنداوي هندي يسمونه وعرايس ذاك كحلي هذا هنا المقنع شوفوا هنادي مقنع كينج حمام الملك هذا المقنع شوفوا ابعد اشكال الحمام هنا موجود هنا قسم الفناجس هاي فناجس فنجس المذبوح والفنجس الافريقي والفنجس العادي سوبرات جامبو والماكس وهاي ما عنده لا شوفوا الملكي ولا ملاش شوفوا هذا السمان الملكي ينام ويكركب بحده حاله حال الحجل شوف طبعا هسه من جيت قامت البيض بعده حار شوف هاي الكناريات همين زوج طبعا الكناري يتربى جماعي ويا الفن لان هو من اصناف الفينيشات هاي هنا خانات الحمام هذا المفوض حمام بالفوطه هذا هنا السنتلايت والفراشه هاي فراشه هذا حمام السكسوني هذا هنا السنتلايت سنتلايت هذا السكسوني هاي هنا عرايس هاي العرايس الصحيح شوفوا هذا كنار مفول فارده هنا للتغريد سانا اريد ان اعرف ليش الغنادير هنا وحد والجاوة وحد بينما المحمية كلش كبيرة ابو مهدي صاحب المحمية الله يسلمك حم الله والديك شنو السبب عازل الغندورة وحد اخوي فرات الغندورة يعني لازم ينعزل بوحده لان هذا طائر يعني يحب يكون مكانه بالنسبة لا مثل يرهم ويا الكوكتيل او طيور الحوب ما يصير ليش؟ لان هو يحب المكان وحده يحب يسيطر على المكان بوحده وثانيا هن هسه نوعين بيهن هذا النوع فيشر وعندك روز وين الفيشر وين الروز؟ عندك هسه هذا روز الاخضر شلون الاخضر؟ وعندك ذاك فيشر ذني يعني هذا نصير انا يعني واحد لان نفس المعاكيف المناقير ذا يسمونهن المناقير المعكوفه اي المناقير المعكوفه جزاك الله خير اي هذا يعني رهمن بس اذا مثلا تخلي وياه طير حوب تخلي وياه كوكتيل ما يصير هم ذني مناقير معكوفه بس ما يصير وياها لان يحب يتوحد بمكان هذا الجاوة اي الجاوة هذا يعني من الفليشات هو معروف هسه انا هم قلت لي خوب ليش ما مخليه ويا الفناجس هناك؟ هو هذا من الفليشات بس هو هذا لا هذا يعني جربنا حسب خبرتنا يعني جربنا ويا الفناجس لازم مكان بوحده اي يتوحد بمكان بوحده جربت تخليه ويا الفنجس؟ جربت اكثر من مره وما صار بعدين انه بحجزته يعني شنو المشاكل اللي تصير؟ يقضي على البيوت مال الفنادس يخرب الاحشاش مالتهن يقتل الافراخ؟ الافراخ كذلك هم يقتلهن يعني هو يعني حسب خبرتنا بهن ما نجح ويا الفنادس هنا شنو الانواع الموجوده من الفناجس؟ عندك الفنادس بصوره عامه فنادس وعندك زوج او زوجين هنا بنغالي البنغالي هذا المذبوح؟ وعندك المذبوح هذا هم لا لا البنغالي يختلف عن المذبوح، المذبوح يصير خط احمر به ايه موجود طير يعني وعندك الفنادس العاديه، البنغالي نوعيات هواي عندك هسه هذا البنغالي هذاك الاملح شوفه البنغالي الاملح اي هذا الاملح فوق اي وعندك يعني هسه هذني معزولات ببحر الحمد لله وشكر يعني ما شاء الله بالتفجير مالتهن اللي المذبوح انتج؟ المذبوح كذلك انتج عندي البنغالي البنغالي نفس الحاله هنا يحب يعني المكان الهادئ يعني اذا ماكو اذيه كان وياهن الجاوة قلت لك وبعدين عزلته يعني داهن. تجربتك مال الجاوة صارت هنا اي جربت يعني كان سوى هنا بس جربت وياهن بعد ما نجحنا وبعدين عزلته خليته بمكان واحد بهذا القفص اشوفك مربي كوكتيل وطيور حب اي بالنسبة للكوكتيل الكوكتيل بالنسبة لي انا حسب خبرتي به اي الكوكتيل حتى كان فنادس وياه يعني ماكو مشكلة كوكتيل ما هو مؤذي جربته لو جربته يعني انا يعني هنا جربت الكوكتيل والفنادس عادي نجاح
وكل شيء مالي. ما يصير مشاكل عرق. عندك طيور الحب هسه انا مخلي كوكتيل طيور الحب. لان قلت لك كوكتيل ما هو مواد الطير. خوش. يعني والكوكتيل ليش دائما طيور الحب تخلوه؟ يعني ليش انت هسه تقول ليش حاطة طيور الحب؟ ايه هم اقول انا ليش خليتهم يعني؟ يصير تحفيز يحفز الكوكتيل. على الانتاج. على الانتاج على التزاوج. كوكتيل من طبعا دائما شوية. يعني يضل ثابت المكان. يجي له طير الحب وخليه يتحرك. حياك الله ونبيت الدعوه مالتنا. الله يحييك الله يحييك حم الله والديك. احنا نشكر منك والله حبيبي. حياك الله حبيبي. احسن من الصينيه اللي مخلينها احنا. ها احسن من الصينيه فرمستون ومحافظ. اي هاي نجاو. هذا الحمام هم يبي اشكال التحالي والرواعد والمقنع والهنادي. سمانة هاي. ايه سمانة. تعال خربة. والله صراحة نروح نمر بالدرب اذا لقينا هالولد عنده نشتري سمان. ملكي نشتري. ايه هذا الملك. الله يبارك له بيها. كلش حلوة. شوفها من الخارج. حياة. حياة. الله يرزقنا ونسوي هيك بالمستقبل ان شاء الله. تحس الطيور كانها يعني بيئتها اشجار واغصان طيب القلب. كنا يوم صديقنا يوسف اللي صورنا لكم المحميه مالته وبالدرب مرينا بمحل يبيع طيور واحنا عندنا نقص السمان الملكي وهنا بالسوق ماكو ابد. يعني يا دوب احنا حصلنا العادي. فهنا نثيتين مال سمان ملكي جبنة واحدة بيضة او واحدة لا واحدة حسبالك شون الحجل الدراج حكم شوفوا. فانا هاي تعي طلعي بس البيضة لا البيضة خلنا انيشنها لان راح انطي هاي الاثنين ابيحن. شوفوا هاي شون الدراج يعني. ها اها يلا روحي. بوي 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 روحي وين لاقيتها. وهاي الثانية الثانية بيضة شوفوا عاد هم بعدين انه بتطلع فحل بس لا نثية هاي. ها ها خوش زين هسه فرات شو راح تنيش. ها ها مهلسة مهلسة واحنا مالنا وين هو ذاك مالنا حلو. يلا روحي شباب بعد ما هاي نيشنتج يعني. ها اها خوش حكي خوش. بسم الله الرحمن الرحيم وبدت السوالف التعبانه. ما نلحق احنا ما نلحق نفرح. احنا عود ما نفرح ونكيف ما نلحق. وين لقيت علي؟ يا تعبنا قلنا هاي هاي هنا لو بهاي. هاي احنا لا ما نلحق نفرح. وين نلحق نفرح؟ علي نطفيها. ها تشاشيني. ها هسه يطلع الثاني النوب هم يغط نطفيها احسن مو يابا. انا راح اتخاف. يابا هذا ميت لو عدل. شلون ميت اذا واقف وميت؟ حنط حنط اقلك خاف يعني واقف من حطه بالفقاسه. تشاشينها شلون يعني ميت واقف وميت؟ قاعد تشوفون ولا ما تشوفون؟ يجوز عدل؟ والله يجوز عدل مثل هيك مثل ما ادري والله. شلون هاي؟ شنو هاي التحفية؟ والله واقف. شنو؟ صدق شقة والله. خلي شلون ميت هذا؟ بس انا جبت ابوي اريد بس اتخيل الصدمة كون يطلع هذا عدل ولا هو انهضم. انا بس اتخيل الصدمة يطلع صدق عدل بس لاش عدل لا ميت. شوف شلون ميت؟ لا سبحان الله. شلون ميت شلون؟ اي والله هاي ها يا
شون يعني ميت وقفة؟ شوف اي والله ها والله حرام. يلا هاي يا شباب عش يسوي الحمد لله. شو حجي هاي بعد لازم نطفيها هاي النافورة. شلون شاي غرقين بيها؟ شلون شاي بعد يغرقين بيها؟ ها 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 موجودين موجودين ذول بعد هذا الثالث هذا مو تبقى هذا الصغير هذا اللي هذا قاموا يطيرن بس سبحان الله شلون ميت واقف سبحان الله وايب القلب. مساكم الله بالخير. اليوم موعد انه نفحص البيض مال الدجاج. هسه يمكن اليوم صار له يا اخوان لو 6 ايام لو 7 ايام لا يمكن 6 ايام بس هسه قبل لا هاي خلنا اشوفكم بالنسبه للافراخ مال فناجس الثالث طير بس طير شنو طير بعده صغير بعده صغير حيل انا سويت شلته ذبيته ويا الخمسه فصار مجموع هنا 6 هاي والله هاي هسه ايش قد وصلت جاب الله خلينا نشوفها خلينا نشوف اكو ولد يقولون فرات لا شيل البيت لانه بعد ما ترجع عليه لا اخوان شنو ما ترجع عليه كوين مودي انا ما تقولوا لي هو حاطه هنا بيتها نفسه مخلي شوف ايش قد وصلت بسم الله او لا ضمت لا ضم ها ما شاء الله ما شاء الله 5 اي لا هاي خوش طايره اخوان شوفوا هاي خوش طايره لا اعرفها انا هاي الزرزوريه خوش طايره بس شني المفروض نطبقها على غير فحل تعال وين تطبقها وين تطبقها وهذا العش يرجع لمكانه هنا اكو زوج مثل ما قلت لكم قاعد يلم عادي مو شو اسمه سوبر جامبو هنا انا همين ما السوبر جامبو اخوان ماكو حركه ماكو حركه الطيور بس تلملم وتدحس وهاي بس ماكو اي حركه هذا كل شيء ماكو هذا يعود يسوي لمسه يد يسوي لمسه يد ويا الغصن ولك شمالك ما تقول لي وبالنسبه للفروخ الثنيين مال الفناجس اللي طيرن فهذن هنا أنا منامهن هاي شوفون هنا الطيور قاعده تنام هذا المكان هذا الطار هذا كلش يعني بعد انتهى وضعه قام يطير وينزل وياكل ويا اهله هنا نشوفكم هذول الافراخ شوفوا هم على باب ترى مطيار شوفوا افراخ هم كبيره بس الوان شوفوا ما شاء الله هم على باب مطيار هذا هذا ذاك الفرخ مالنا اللي ذبيته هنا وياهم والبقيه هنا أنا. الجولدات ماكو شيء لحد الان هسه انتهينا من هاي كله الحوض مال السمك الحوض مال السمك اظنه قاعد يعبر ماي من جوا بس يعبر بشكل يعني خفيف كلش خفيف يعبر فراح نتركه راح نتركه مؤقت راح افرغ الماي ماله همين وانزله هنا جوا راح اطق قاف ثاني مال سيليكون العاده صار ساعه كامله ادور على ستاند التصوير حتى اشوفكم شلون راح نفحص بس وريهمكم عوفوا الستاند طفي الاضاءه لازم هيش اضاءه كافي والله نطفي ذاك لا مو هذا طفي راح تطفي اي هيش ممتاز هيش ممتاز هسه بسم الله الرحمن الرحيم اخوان نفحص خلي الفلاش هنا هذا الفلاش وهذا البيض مال الفقاسه اجرب لكم افحص لكم بس اول اثنين اول ثلاثه حتى تعرفون الطريقه وبعدها نرجع لكم ويا النتيجه هذا البيض كله راح افحصه خوش حكي خوش حكي هسه بسم الله الرحمن الرحيم بس كون يبين وياكم بس والله هيش ما جاي يبين ما اشوف اشون هارد هاي السالفه كان شلون نطفيها كلها اذا لا اطفيها راح يظلني درع من احاول ما اتحرك هيش يا الله بس انا مشغل فلاش لازم اطفي ها ها شد شاد اي شوفوا مبين عندكم انتم لو ما مبين ما يبين عندكم شوفوا قاعد تشوفون الشرايين شوفوا الشرايين ها هاي القطعة السوداء وهاي شلون الخيوط النازلة عفوها خلينا نشوف انه واحدة غيرها بالله هاي هاي هم شادة شوفوا شوفوا ممتاز شوفوا حسبارك يقول عنكبوت ممتاز هاي اثنين بسم الله الرحمن الرحيم
3 جيد ما شاء الله شاد. سالفة تعبانة لأن ما أتوقع قاعد أشوفون شيء. حكي عدل خل أفحص البيض كله وأرجع لكم. عباي بالقلب من أصل 30 بيضة مال دجاج عرب 23 بيضة ملقحات وبهن أفراخ وسبعة ما بي و11 بيضة مال بطريق 8 ملقحات وبهن أفراخ وثلاثة ما بيهن. وجبة حلوة وعدد لا بأس بي وخير من الله. نرجع للفقاسة ونرجع على التقليب ونرجع نفحصة بعد يعني نفحصة بعمر 18 يوم. عمر 18 يوم نفحصة ونتأكد على مود خاف واحدة تخرب يصير انفجار هنا داخل الفقاسة ويصير ريحة ما هي حلوة عرفت شون. فهذا البيض كله يرجع للفقاسة وللتقليب. راح نسألون على بيضة السيفس هاي البيضة لأنه صار لها ما أعرف يمكن 3 أيام ما نجيسها ما عندنا مشكلة وياها إن شاء الله همين 6 أيام ونفحصها يومين وتصعد على التقليب ويا بيض هذا البيض كله يا حبايب القلب صار كله داخل فقاسة بيض البطريق وبيض الدجاج لأنه بعد خلاص هو كله تقليب واحد ما عدا هذا 28 يوم وهذا 21 يوم. هذا التانش بعد هذا من المركبة إيش أصلي قلنا المركبة أنا هذا نكتره هنا بعد على الصفحة ها أها نمشون نسحب بيض الدجاج لأنه أنا كل 3-4 أيام أسحبه أسحب بيض الدجاج. طبعا أنا مخلي بيض بالبيت بس ما أدري يمكن مسوينا سلق الظاهر هيجي. فعدنا بيض هنا يعني الدجاج الحمد لله أخوان بدأ قام ينتج بعد ما طق المرض ويعني تأذت الطيور أخوان والله العظيم لما قلت الطيور يعني حتى صارت صحتها خير من الله. والمشكلة شنو المشكلة إنه أنا شنت مكومها تكوم هاي البيضة مكسورة أنا شنت مكومها تكوم والمكان ضيق فالطيور تأذت. فأنا هسه حتى لو صارت عدنية مثلا شو أسوي أوقف شنو شو أسوي كان تبعد عندك بيضة مال فسيفس شو وين راحت مو أنت لا مو أنت المفروض بيضت اليوم شنو جاي الحجية وعابر عليها اي والله بعد شنو شو وين راح يجوز والله جاي الحجية وما أخذتها سويتها للحجي ليش بيها دم مش موسم الخس وبدت الحجية توقف بأهل الستوتات هم تشتري خس وهم تقول لي يما نزلي الورق اللي عندك. فهذا كل شيء يحبه الزعيم هو الزعيم يحب شكو شيء اخضر حشيش جيت هاي هسه اعطتهم الصبح الحجية وانا هم قاعد انطيهم كل شوي انطيهم بس هم يسحقون اي يسحقون سحق هسه ها يصر طالكم صرط يلا 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 الف عافية. والى هنا يا حبايب القلب نكون وصلنا وياكم الى نهاية حلقتنا مال اليوم. ان شاء الله استفاديتوا من المعلومات البسيطة اللي قدمها لنا اخونا يوسف والتصوير البسيط اللي قدمنا لكم اياه يمه. اخوان السلوكيات مال الحيوان تختلف من مكان الى ثاني. سألت مربين لو تقدر تربي الجاوة ويا الفنجس ماكو مشكلة واثنين تنهن من الفنيشات يعني من المناقير العدلة ما راح يتعاركن. بينما تجربة يوسف يقول لا جربت يكتلن الافراخ يخربن الاعشاش فتبقى تختلف سلوكيات الطيور اخوان من مكان الثاني. ايش قد ولد قالوا لفرات هذا الحسون راح يلعب بالاحشاش وراح كل شيء ما قاعد يسوي الحسون طبيعي جدا. هذا الحسون قدامكم طبيعي جدا ما جاي يسوي اي شيء. فقلت لكم يعني سلوكيات الحيوانات تختلف من مكان الثاني سلوكيات هذا الطير تختلف عن سلوكيات ذاك الطير. فانا اشوف انها انه واحد لازم يجرب حتى يعرف عرفت شلون. الحمد لله والشكر لحد هاي اللحظه احنا ماشيين صح والف الحمد لله والشكر. بدا الانتاج بالمحميه شويه شويه يزيد بعد ما بدينا بالطيور البسيطه ان شاء الله نبدا نطور بيها المستويات بعد احسن وندخل نوادر. بس اخوان انا اريد اصير عندي خبره قويه بهاي الطيور بعدين ادخل بالطيور القويه يعني انا جاي شويه شويه اتعلم من عتم مثل ما بدينا ويا الدجاج وتعلمنا 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 وتعلمنا. واخوان الدجاج حلو بس لا تربي بعداد. شفتوا انا ايش قد عانيت امراض من كان قطيع كامل ليش كان مزدحم والدجاج هواي واكل يعني شي يريد وش اسوي دجاج قليل صحه خير من الله اكل قاعد يشبع قاعد ينطي انتاج فالكثره ومكان ضيق ما تصير. انت كون لما تربي عندك مصرف تقدر تصرف عليه الاكل وعندك مكان كبير حتى الطيور تاخذ راحتها. وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا مال اليوم. لا تنسون والدي من خالص دعواتكم بالصحة والعافية ولا تنسونا أن الله يكفينا شر بني آدم
أودعناكم.